العمليات دي فيري هاي ريسك، يعني لو دخلت اوضه العمليات ممكن ما تطلعش، لان بيبقى عندك سمنه مفرطه، ما بيبقاش عيب من الدكتور. احنا بنقعد نقول ايه قطع الشريان ده غلط، عمل مش لا ما حصلش. العمليات دي للناس اللي عندها سمنه مفرطه خطر، ولكن برضو ممكن تعيشك حياه كويسه قوي. ان انا اكلم دكتور واقول له معلش هتروح مستشفى انت مش بتشتغل فيها، ودي هتبقى متغطيه اعلاميا، وافق. جه بص عليها وقال لي بس انا محتاج كذا كذا كذا، وانها تقف وتقوم وتعمل وتسوي، وافق. وكان ممكن يعرض سمعته وحاجات كتير قوي للخطر. الطامه الاكبر اني لما كلمته قبلها بيوم قلت له طلبات حضرتك، قال لي انت مجنونه، انا هتقاضى اجر الواحده غلبانه زي دي؟ شيلي الفلوس دي لحد عنده القلب، او حد عند عايز يزرع كلى، او حد عينيها تروح، انا مش عايز حاجه. والله العظيم اقسم بالله انا عمري في حياتي ما عملت دعايه لدكتور. ولو تلاحظوا في كل عملياتنا ما بنحطش التايتل بتاع الدكاتره لانهم بيتقاضوا اجر. انا احترمت الراجل ده جدا، احترمته لان انا حسيت النهارده ان هو جايب قلب بجد، وعايز يساعدها بجد، وعايز يعمل غلابه بجد. دكتور اسامه طه اللي سمعته كمان ان هو في جامعه اسيوط بيعمل حالات اسبوعيا ببلاش من غير اي فلوس كده خير، فكرني بحازم ياسين، دكتور حازم ياسين. دكتور اسامه طه استاذ بكليه الطب، استشاري جراحه السمنه المفرطه بالمنظار والتجميل، عضو الجمعيه الفيدراليه لجراحات السمنه الدوليه، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه، نائب رئيس الجمعيه المصريه لجراحات السمنه المفرطه، ومؤسس العديد من وحدات جراحات السمنه في مصر والخارج. انا بشكرك وممتنه ليك، والله العظيم بتكلم دلوقتي وانا مقشعره 25 دقيقه 25 دقيقة ببراعة شديدة طلعت لنا منى بألف سلامة، ربنا يخليك. وأنا عرضت بعد ما طلع قلت له طب محمد، عشان لو محمد بيشوفنا دلوقتي، معاكم صورة محمد بس نطلعها على الشاشة. محمد لو تفتكروا اللي من زمان قوي كان المفروض إن هو نعمل له عملية، وعضلة القلب كانت ضعيفة جدا جدا.